عايز اعرف موهبه غير كره القدم طبعا بتعمل ايه يعني في وقتك الفاضي بتعملها؟ فهتبقى غريبه شويه. لا بلعب عادي تنس. قول تلعب تنس؟ بلعب تنس وبلعب تنس كويس كمان، يعني بحب العب تنس اصلا وبحب اتفرج على تنس وبحب نادال جدا، نادال جدا جدا. وانا يمكن جوز خالتي هو اللي محببني في التنس، كان بيقعد يفرجني عليها وكده، دايما كان يقعد يفرجني على التنس. فابتديت بقى اتابع اللعيبه مثلا فيدرر وجوكوفيتش والناس دي كلها طبعا كل الناس عارفاهم. لعبه راقيه جدا. بس هو النادال بالنسبه لي هي لعبه زي ما انت قلتي، هي لعبه راقيه جدا، تحسيها بتاعت ناس كلاس كده، اللي هي ايه لعبه جامده، واللي بحب الطقم اللي بيلبسه والمضرب اللي بيبقى ماسكه والجزمه اللي بيبقى لابسها. انا بحب اللعبه دي جدا، فابتديت كده واحده واحده. كان برده جوز خالتي ياخدني ملعب من وانا صغير كده، فكبرت ان انا بحبها. دلوقتي بقى في البادل، في الكلام ده، يعني اي حاجه اي حاجه فيها رياضه بحب العبها. يعني في المدرسه كنت بلعب باسكت، اخش في الباسكت، اخش في الفولي، اخش في اي حاجه، لو في هاند بول هلعب، ما عنديش مشكله، انا بلعب في اي رياضه، بس التنس بالذات اللي انا بحب العبه. يعني انت ممكن تخلص تمرين من هنا تروح تلعب تنس؟ مش دايما، عشان لما بيبقى وقت الاجازه بيبقى احسن، لان التنس دايما بتبقى محتاجه مجهود وفيها تحركات كتير، فممكن تعمل اوفرلود مع التمرين، فاهمه؟ لكن لو في يوم اجازه مثلا، لو انا عايز اتمرن، بيقولوا اللي هو كارديو بتاع، عايز اجري، ممكن مثلا اتمرن في الجيم اللي انا هشتغله كشغل قوه، واقوم طالع بعدها على التنس، او العكس اروح العب تنس بعد كده خلاص واروح الجيم. بس المهم الجري ياخده بقى كاي شكل، تنس او اجري، اجري عادي، ماني بحبش الجري بس بلعب تنس يعني اكتر.